والسواك من السنة ومن الفطرة، وهذا إجماع. قال عليه الصلاة والسلام 10 من الفطرة، وذكر منها إيش؟ وذكر منها السواك. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عائشة: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. واحفظوا هذه المواطن التي أتت بها السنة في السواك. كثير منا ممكن ما يعرف أو يعرف بعضا منها. أولا، عند الصلاة، وحديثها في الصحيحين، واللفظ لمسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، حديث أبي هريرة. وعند الوضوء، ورواه البخاري معلقا مقطوعا به بالجزم، وصله الإمام أحمد رحمة الله على الجميع: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعند دخول البيت في الصحيح من حديث عائشة لما سئلت ما هو أول شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قالت إيش؟ السواك. رابعا، عند الاحتضار، وفيه حديث عائشة في الصحيح أن تقول: مات النبي بين سحري ونحري عليه الصلاة والسلام. وآخر شيء أن ريقي مس ماذا؟ ريقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما دخل وعبد الرحمن في يده سواك، فأبده النبي بصره، نظر إليه، فقلت: أتشتهي يا رسول الله؟ فأشار: أي نعم. فأخذته إليه فلينته، ثم دفعت بإليه، فاستن أحسن ما يكون، أحسن ما يكون الاستنان، يعني تسوك أحسن ما يكون إيش؟ التسوك. ثم رفع يديه، فعلمت أنه عليه الصلاة والسلام يقضى عليه الصلاة والسلام، فقال: إلى الرفيق الأعلى، ثم مات عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي يوم الجمعة، والحديث عند البخاري، من السنة في يوم الجمعة التطهر والتطيب والسواك. وسادسا أيها الفضلاء الكرام، عند الصيام، ولا كراهة في ذلك، ولا حجة لمن جاء قال قبل الزوال أو بعد الزوال. وجاء في الحديث: رأيت النبي يستاك في رمضان ما لا أحصي، ما لا أحصي. وسابعا، عند الاستيقاظ من النوم، حديث حذيفة في الصحيح لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام يشوص فاه بالسواك. لماذا؟ لأن وقت إيش؟ تغير الفم انت نايم. ثامنا، عند تغير الفم عموما، عند تغير الفم عموما أنك أنت يستن لك أنك إيش؟ أنك تتسوق. تاسعا، في المسجد، ولا يوجد كراهة في ذلك. واختاره الشيخ بن باز على عكس من يقول في كراهة، لا، ما في كراهة. النبي جعل الحديث عاما: لولا لأمرتم بالسواك. فجعل: فإن كان في الصلاة فإن باب أولى فين؟ في المسجد. فإن باب أولى في المسجد. عاشرا، في مجامع الناس، في مجامع الناس، ولا يخرم المروءة في ذلك. وقال الإمام، وهذا اختارته اللجنة، واختار الشيخ بن باز، وجاء في بحوث مجلة البحوث الإسلامية: وعند الذكر وتلاوة القرآن. وجه الدلالة هنا، كم موطن هذا يا شباب؟ 11 موطنا. هذه كلها وردت فيها الأدلة في السنة في ماذا؟ في السواك.